شاب رياضي مشهور وكابتن فريق، صاحب مسيرة كروية من عمر 18 سنة. ما الذي يدعو رجلاً غنياً أن يقتل زوجته بعد قصة حب طويلة تكللت بالزواج؟ ألو، أنت الحين نايمة؟ أنا بإجازة. خير، إيش تبين؟ رد المكتب الحين بسرعة. خير، صاير؟ أنت مو عشاب الدنيا، ما شفت الأخبار؟ إلى الآن ما عندنا أي أدلة حول المجرم، ولكنه بلا قدمه زوج الضحية اللاعب بدر خالد إن لقى زوجته مقتولة بالمنزل. وبكذي تكونين طبختي أحلى أكلة لزوجك تعبيراً عن حبك له، لأن الطريق إلى قلب الرجل هو مقدم. خلوا الريال يجاب البنت خالته نشوف بنته حلوة مثل أمها. لأني ما يبي عيال، كل ما أروح لزوار البنات كلهم اللي يشوفهم يقولوا لي وين عيالك. قولي توبة. توبة. توبة ما يبصرت في الموضوع هذا مرة ثانية. توبة وما أفتح سيرة هالموضوع مرة ثانية، بس لا تسوي لي هالحركات. القضية اللي تقرين عنها ترى ماسكها العقيد يوسف. اليوم تنحسم الأمور والعدالة تأخذ حق المظلوم. وبإذن الله رح نكسب القضية. وموكلي بدر بيطلع براءة وشوفك إن شاء الله بقضية ثانية. ريال متهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى. أتمنى بدر ما ينظر. مفتاح البيت يملكونه ثلاث، الأول عند نورة، والثاني عند الخال، أما الثالث عند واحدة من رفيجاتها واسمها خلود. قدامي أقول لك تعالي قدامي. أرسك ما أبي أسمع سامة ولا لا. أنا اللي ذبحته. دلال كانت وايد طيب، شفتك مقرب منها مع ثانية راح أذبحك. وبدر أكبر منها بسنة، ويوم اختفى أبوه كان عمره 18 سنة. موضوع ما لازم يتسكر الحين من فضلك، واللي صار لها 15 سنة تطبيها. نزلت أمك. أنا ما أخاف من أحد. ماما دلال ماكو مو أصحي الخبلة أحبوديني شمي. ما بغيت تردين عندي معلومة وايد مهمة. خايفة خايفة. أحس إني ضايعة.